أثارت الفنانة إيمي سالم ضجة واسعة بهجومها الشديد على المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر عقب موقف محرج جمع بينهما في حفل زفاف نيلي كريم في الساحل الشمالي. كشفت إيمي عن إهانة المخرج محمد سامي لها أثناء حفل زفاف نيلي كريم معبرة عن استيائها من أسلوبه في التعامل معها دائما، حيث أنها لم تكن المرة الأولى التي تطول فيها عليها بالكلام والسباب، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت إيمي موضحة ما حدث قائلة: في حاجة سيئة حصلت وكنت في حيرة أكتبها ولا لأ، لكن قررت أكتبها، ورغم إنها حاجة سيئة لكنها حصلت للأسف في يوم سعيد جدا، هو يوم فرح أختي وحبيبتي نيلي كريم. طبعا قبل أي شيء مبروك للمرة المليون لنيلي، وكان يوم يجنن، وده سبب سكوتي مبارح لأني كنت عايزة الفرح ما يتعكرش صفو وجماله. كنت زمان بسمع كلمة إن الفنان الكبير الحقيقي لازم يكون إنسان كبير كمان، بس يمكن مبارح موقف أكد لي المقولة دي. طبعا كلنا شفنا مسلسل نسل الأغراب في رمضان، المسلسل اللي انتقده نحو 300 مليون عربي، اللي انتقدوا حتى صناع العمل نفسهم وأبطاله كمان، وشفنا فيه إهدار المال بشكل مرعب، عمل فني ركيك وضعيف للغاية. الحسنة الوحيدة فيه أسماء أبطاله الكبار جدا السقة وكرارة، حتى الأبطال التانيين أدوارهم انهارت عشان المدام تتلمع، لدرجة إن الشركة المتحدة قررت وقف التعامل مع الأستاذ المخرج من كتر رداءة المسلسل، ودي أول مرة تحصل في تاريخ الدراما لمخرج. طيب إيه بقى القصة؟ القصة إني في رمضان وقت عرض المسلسل كنت زي كل الفنانين غالبا مش عاجبني المسلسل، فكتبت تعليق على بوست كتب الصديق أيمن سليم السيناريست، وكان تعليق منتقد للمسلسل، والنقد زي ما تعلمنا جزء من الفن، ولازم الفنان يتقبل النقد لأنه ده الدافع الوحيد لتحسين أدائه وتحسين إنتاجه، لكن إنك تلاقي فنان بياخد النقد على إنه خناقة شخصية وعركة في شارع ومقاطعة وخلاف. وأنا مش هحكي عن علاقتي السابقة بإخوات الأستاذ محمد سامي البنات وبزوج أخته اللي أعرفه قبل ما حتى أجي أعيش في مصر. امبارح وأنا بتحرك في الفرح لقيت الأستاذ المخرج المحترم قوي في وشي، هو ومراته النجمة الأحادية التي لا تتكرر. فأنا لأني بنت ناس ولأني علموني إن انتقاد شيء قدمته في الفن مش خناقة وعركة، فلقيتني بنية صافية بقول له: هتسلم عليا ولا مش عايز؟ فما كان من الأستاذ محمد سامي المحترم قوي والراجل خالص حرفيا بيدفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته، وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني. أنا سكت بس لحسابات، لأن تربيتي أولا ما تسمحش أني أنزل لمستوى الشوارعية والسوقية ده، وثانيا عشان الليلة الجميلة لنيلي تفضل ليلة جميلة. لكن حبيت أحكي الموقف بشكل علني هنا عشان نعرف كلنا إزاي الأستاذ المخرج شخص لا يعرف معنى الفن ولا الزمالة ولا سمع عن الأخلاق ولا يعرف ما معنى احترام المرأة. حبيت أقول الكلمتين دول علشان نعرف مين هو محمد سامي. شكرا يا أستاذ محمد على أخلاقك اللي فعلا شبهك. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل ورقة تحياتي وتحيات أصل الثقافة ومعلومة، تابعونا.